فتحت الراية وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جهاد وأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر للتنافس على مساهمة نادي الفروسية البالغة 100,000 ريال على مسافة 1800 متر مشاركة 18 راس تمثل جهاد وأفراس عمر 3 سنوات فأكثر التنافس في هذا الشوط والمحاولات لليتيان مكتسح وأيضا الشرق الأوسط ومدفع يتنافسان الآن للصدارة ومكتسح من الداخل ومدفع من الخارج في المركز الأول الآن مكتسح من الداخل في الصدارة ومدفع من الخارج يتحاذى وأيضا الشرق الأوسط في المرتبة الثالثة ومكتسح في الصدارة من الداخل ومدفع من الخارج في الشوط السادس على مسافة 1800 متر و100,000 ريال مساهمة نادي الفروسية تنتظر الفائز بعد نهاية هذا الشوط من جهاد وأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر. مشاهدينا الكرام تجتمع الخيل مرة أخرى والمرشح يحاول الوصول الآن من الخارج مع بجوار مدفع الآن والصدارة لآمرة الآن في صدارة هذا الشوط مدرار يتقدم أيضا أحد الأسماء أيضا المرشحة وآمرة من الداخل ومدرار يتقدم ومحاولات شرق الأوسط والمرشح نشاد وسهم الليل المنافسين في هذا الشوط سهم الليل ونشاد من الخارج الآن المنعطف الأخير يجمع أكثر من رأس مشاهدين الكرام للتنافس على مساهمة نادي الفروسية والمرشح يتقدم والمحاولات للصدارة والتقدم سهم الليل يتقدم الآن للمرتبة الأولى سهم الليل للصدارة والمركز الأول سهم الليل في صدارة هذا الشوط سهم الليل مع حسين بيتي يبتعد بفارق كبير المرتبة الثانية للكلف الآن والمرتبة الثالثة لفخرانة نشاد يأتي للمرتبة الرابعة.